الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى غير مسبوقة، ولا سبيل لمواكبته إلا بالتعلم بالممارسة. الطلاب يعلمون أن هذه المهارات مفتاح وظائف الغد، ويحتاج المعلمون إلى الدعم والتدريب. وقادة المدارس يريدون أن يكون كل متعلم مستعداً للمستقبل. هنا ماينكرافت إدوكيشن لتقدم الدعم. كانت مهمتنا دائماً هي تمكين الطلاب بالمعرفة والمهارات للنجاح في مستقبلهم، والآن يعني ذلك بناء وعي بالذكاء الاصطناعي، أي اكتساب المعرفة التقنية والمهارات المستدامة والعقلية المستعدة للمستقبل لخوض عالم تقوده هذه التقنية. بمناهج مخصصة في الذكاء الاصطناعي نمكن الطلاب من التفاعل الآمن والإبداع والتصميم مع التفكير النقدي تجاه منافعه ومخاطره. برنامج AI Foundations هو المبادرة الرائدة في Minecraft Education لبناء وعي بالذكاء الاصطناعي لدى الطلاب والمعلمين داخل عالم Minecraft الإبداعي. طور برنامج AI Foundations بالشراكة مع خبراء التعليم والصناعة ليلبي احتياجات القادة والمعلمين والطلاب، فلنلقي نظرة. في سلسلة AI Adventures يعرف Chicken وAgent الطلاب بأساسيات الذكاء الاصطناعي، ويساعدان حتى الأصغر على بناء وعي قبل استخدام أدواته بأنفسهم. The AI Adventure videos from Minecraft are the perfect introduction for the K-5 classroom. Those videos really do such a great job of breaking it down to make it understandable for just about anybody. ثم يستكشف الطلاب مواقف واقعية في ماينكرافت، يتعمقون في خصوصية البيانات مع سايبر سيف، ويتعلمون كشف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي في ريد سمارت AI Detective، ويرون كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المهن في فانتاستيك فيرغراوندز. ومع تقدمهم في هذه الدروس سيطور الطلاب مهارات تجعلهم مستخدمين مسؤولين وناقدين للذكاء الاصطناعي. AI is here. So it is important that we ensure that our students have that knowledge of this is not a tool that we can cheat, it's not a tool that will give us all the answers. There's not going to be a school they go to or a job they earn in the future that's not going to depend on them, you know, being online and being aware. That's their world that they live in. It's not like you would start teaching math in ninth grade. You start when they're little. In North Dakota, we have that same mindset where we start the cyber training and the computer science and AI knowledge in kindergarten and preschool all the way through 12th grade. And Minecraft is really a tool that's allowing us to help do that. هل أنتم مستعدون للانضمام إلى Chicken وAgent في صناعة الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي؟ نحن نوفر موارد تساعد القادة والمعلمين على دمج AI Foundations في المدارس والأنظمة، بما فيها دورات تدريبية مجانية وأدلة مناهج. ابدأ رحلتك مع Minecraft Education اليوم لبناء مسارات ذكاء اصطناعي من الصف إلى المهنة.